خلينا نروح الرياض كمان، عندنا موضوع طبي وأسئلة كثيرة حنجاوب عليكم مع غادة وخليل. يمكن أكيد سارة الموضوع اللي نتكلم عنه اليوم هو الجهاز الهضمي، مثل بقية الأعضاء في الجسم واللي تتعرض للاضطرابات والأمراض، وبعضها يكون عابر وقابل للشفاء، والبعض الثاني أو الآخر يمكن هي أمراض وحالات ممكن تكون غادة مزمنة زي القولون العصبي. يا خليلي، يمكن اليوم نشوف واحدة عمرها 14-15 تقول والله بطني منفوخة عندي القولون، متى الحكي يكون عندك قولون عصبي؟ صار كأنه وجع راس بالضبط. فصار القولون العصبي من جد الكل نسمع أنه بيعاني منه، صار مرض شائع خلينا نقول، لكن دائما نجهل تفاصيل كثيرة فيه مهما معرفنا عنه. فاليوم معانا أهل التخصص حنتكلم عن هذه المشكلة الطبية مع الدكتور سعد الخويطر، استشاري الجهاز الهضمي واضطراب حركة الأمعاء. يسعدني صباحك. صباح الخير. يسعد صباحكم، حياكم الله وشكرا على الاستضافة، ويسعدني أكون معكم اليوم نتشارك هذا الموضوع الهام المشهور حتى عند كثير من الناس، وكل من بغى يعني أفتى وشرح. صحيح، ما أنا بقول لك 15 سنة تيجي تقول عندي قولون عصبي. هل فعلا مرض القولون العصبي، احنا خلينا نقول هو مرض شائع ومتفقين، بس ايش أسبابه، ايش تداعياته، وهل ممكن فعلا يصيب الصغير والكبير؟ هو يعني يعتبر من الدراسات انه أكثر عند النساء بشكل عام، وأكثر في الأصغر سنا، لكنه يعني يحصل في كل الفئات السنية، سواء كبار سن صغار سن. لكن الأعراض اللي متكلم عنها بالعموم هو تشخيص إكلينيكي، يعني أنا عشان أقول واحد عنده قولون عصبي هو تشخيص إكلينيكي، نسأل عن أسئلة معينة مثل ألام في البطن، قد يصاحبها غازات، تغير في طبيعة البراز، نفخة، والبراز يتغير طبيعة أكرمكم الله، عدد الذهاب للحمام كم مرة يتغير، ففي أشياء إكلينيكية عندنا لستة من الأشياء نفكر فيها ونراجعها من المريض، إذا رأينا أنها تتفق مع التشخيص العام نرى أن هذا التشخيص يعني يعطى، ولكن في أيضا نسأل عن أسئلة خاصة نتأكد أن لا يوجد مرض مصاحب، لأن القولون العصبي تشخيص إكلينيكي، لكن إحنا لازم نتأكد أنه لا يوجد مرض مصاحب لا سمح الله، يعني من الأشياء اللي نعرفها إحنا ممكن تكون، وهذه ما تعمم على الجميع، نقول بعض الحالات مثلا دم بالبراز أكرمكم الله، نقص وزن مثلا، ألام شديدة مبرحة، شخص عنده تاريخ عائلي معين لا سمح الله، أورام أو أمراض التهابية، أو عنده مثلا عنده مرض السيلياك اللي هو حساسية القمح الجلوتين الموجودة في الخبز والقمح. هذا بالإضافة يمكن دكتور للآلام اللي تصير، أنا لما أجلس أحيانا مرات في مثلا مجلس محدد أسمع واحد يجي يقول أوهو زي كذا أنه جاء القولون، فأعرف أن المشكلة عنده قولون بشكل واضح يعني. نعم. هل العلاج متوفر لمثل هذه الأمراض، ولا صدق أنه في أمراض لهذا المرض هي مزمنة؟ طيب، هو أول شيء زي ما قلت لك ودي أركز على جزئية أنه ما ليس من كل أعراض قولون نقول عنه قولون، لازم تراجع مع مختص نحدد هل نحتاج فحوصات إضافية أو لا، لأنه أحيانا تحتاج تفحص فحوصات إضافية تؤكد التشخيص، وبعض المرات لا تقول خلاص كلينيكيا التشخيص كذا هذا هو قائم. طيب كيف نعالجه بعد ما نتأكد أنه خلاص أنه قولون عصبي لا يوجد مرض مصاحب إن شاء الله؟ العلاج غالبا سلوكي، الأدوية تساعد، لكن كثير من الناس يفكر في الدواء أكثر من السلوك. السلوك أهم علاج القولون العصبي، هو صحيح مرض مزمن، يعني بمعنى أنه ما ودي أسميه مزمن، أنا أقول مزعج ومتكرر، يعني لأنه مرتبط كثير بالسلوك. فمثلا السلوك نتكلم عنه شرب سوائل كافية ونخص بذلك الماء، أيضا كذلك الألياف ونخص بذلك الخضار والفواكه. إذا ينضبط السلوك ينضبط الوضع بشكل عام. نعم، بس ليس الجميع، بعض الناس يحتاج تدخل أدوية، وأحيانا نعطي مسكنات وعلاج يختلف يعني حسب الحالة. بعض الناس عنده القولون العصبي أنواع، في الإمساكي وفي الإسهالي، وفي الألم أكثر يكون أحيانا، أحيانا يكون مختلط من هالجميع. فكل مريض نعالجه بطريقة بالعموم في قصص نصائح عامة، ولكن بعض المرضى يحتاج تخصيص لأشياء معينة. على سبيل المثال، في ناس يرى التباط القلق والظروف معينة في عمله مثلا أنه بطنه يتلخبط يروح يجاز مبسوط. هذا في واضح أنه في العمل في شيء يستفز الشخص أحيانا، ويكون في علاقة سيئة بين الدماغ والجهاز الهضمي، فيكون فتكون هناك أعراض. فنقول يعني عصبي هو اسمه قولون العصبي، ممكن يكون قولون عصبي لكن نتيجة أكل، ممكن يكون قولون عصبي مو نتيجة أنه بس والله أنه هو إذا عصب قام القولون تعب، مو شرط. هو بالعموم بعض الناس يحب يربطه مو بيحب يعني في كذا، بعض الناس يربطه بالعصبيه، لكن ليس بالضروره تكون عصبي ولا معصب، قد يكون عندك قولون، هو الترجمه الصحيحه متلازمه القولون المتهيج، القولون عندك متهيج، قد تكون منتبه انك معصب وقد تكون انت مبسوط، موضوع حياه عادي بالنسبه لك، ولكنك بطنك هاج عليك وانت اصلا ما خلاك تعصب. ينقلب عليك بطنك ازعجك، مين يتهنى بطني عوره. في ناس يعمل عمليات تنظيف
يقول لك لازم انظف وقتي سوري انظف بطني من وقت لاخر عشان القولون يرتاح عندي، هل هذه العمليه سليمه ولا برضو تعتمد على الشخص ايش حالته؟ فكره التنظيف للقولون ما هي دقيقه، خلينا نقول في ناس عندهم قولون عصبي امساكي صحيح. الامساك يكون يعني سائد عنده، فلو فرغ بطنه يشعر براحه كبيره. اوكي. وحتى احيانا صعب نقول كلهم قولون عصبي، بعضهم الحقيقه انه عنده امساك ليس قولون عصبي، فيبغى له تفتي يبغى له نقعد جلسه وتراجع الحاله بالتفصيل عشان تحدد اكثر، احيانا تختلط علينا الصراحه، لكن بالعموم قولون العصبي الامساكي يمكن تاخذ ملين تريح من عشان تمشي بطنك وترتاح، لكن ما ابغى اسميه تنظيف، ما احتاج اسوي تنظيف، انا احتاج ارضم الجهاز الهضمي عندي، اخلي الاخراج منتظم، لا ادخل في نوبات امساك وبالتالي اكون مرتاح. في فرق بين اني في ناس يروحوا يسوي غسيل للقولون، هذا كلام طبيا غير صحيح، يعني الا بسوي منظار قولون مثلا، لانه ننظفه صحيح نغسله احنا عشان ندخل نشوف صحيح. نرى نفحص نبحث مثلا عن طيب. شيء معين. طيب دكتور ممكن يكون في ازدواج، يعني هو مو مش ممكن الا عاده يكون ممكن في ازدواجيه ببعض الامراض، قولون عصبي مع مرض اخر، مع امراض محدده، مع امراض ايا كانت، وممكن يسبب زي ما قلت انت انه السرطان او القولون السرطاني يمكن المسمى الصحيح له. كيف يقدر الواحد يتعامل معاه ويفرق او يعمل خطه علاجيه بين القولون والمرض الاخر؟ طيب بس جزئيه واحده بس عشان بس احنا لما نقول قولون عصبي احيانا بعض الناس يتظهر اظهار اعراض عنده كانه قولون عصبي، لكن في الحقيقه هي ممكن تكون ورم او التهاب تقرحي او كرونز، مرض كرونز او التهاب القولون التقرحي، يعني يظهر لك انه كانه قولون عصبي، لكن انت لازم تعالج المشكله هذه اللي هي النشطة وبعدين تنظر للقولون العصبي، لأن القولون العصبي أقل أهمية الصراحة في الحالات هذه. فبعد ما تشخص الحالة خلاص أنت عالجت الأساس، تلتفت للقولون العصبي وتعالجهم كل واحدة على حدة لها طريقة بالعلاج، ولكن الأساس مين يكون؟ الأساس المرضى الورم لا سمح الله، يعني ما ناقش القولون العصبي عندي ورم، ولا لا سمح الله مرض نشط زي القولون التقرحي أو الكرونز اللي هو المرض الالتهابي في الأمعاء، هذا مرض نشط وعنده مثلا اعراض قولون عصبي ممكن يختلطون على الدكتور موجوده اللي تكون الشيء، بس انا لازم اتاكد ان المرض النشط هذا تم التعامل معه بالعلاجات المناسبه، ولما ارى ان تحليل الدم والمناظير والصوره العامه للمريض انها ان المرض خامد او مثلا في حاله الورم استؤصل انظر الى القولون العصبي واركز عليه، لكن ما ابدا في القولون العصبي كاساس. ايش الاعراض الاساسيه خلينا نقول من البيت عشان انا اقدر اخذ خطوه اني اجيك، ومتى المفروض ان نعمل تشيك اب على الجهاز الهضمي عندي؟ جميل، سؤال ممتاز. القولون العصبي بشكل عام كثير من الناس عندهم قولون عصبي خفيف مطنش اصلا، اي عادي طبيعي بتاعنا في ناس متعايش معه مطنش، بس في علامات تدل انك تحتاج تعالج الدكتور، تروح للدكتور. والله اثر على سير عملك في العمل، ما تنام كويس في الليل من بطنك، في خلل يكون هنا، دم بالبراز اكرمكم الله، نزول في الوزن غير مشروع، ما حاولت تنزل انت، بس فجاه ما لقيت نفسك ما تنزل، ما تقدر تاكل كويس، خلاص بطنك مزعج، كل ما اكلت بطنك مؤلمك، فتاريخ العائلي حقك يعني والعمر ايضا كذلك، كل ما كنت اكبر نتكلم عن 50 45 وصاعد، يعني نبدا نفكر اكثر انه نحتاج فحص اضافي، والفحوصات تتباين، قد نحتاج تحليل دم، تحليل البراز، قد نسوي منظار، ليس الجميع الغالبيه ما تحتاج منظار، مثلا الغالبيه تحتاج تحاليل، بس في ناس تحتاج منظار حسب الحاله. الله يعطيك العافيه دكتور سعد استشاري الجهاز الهضمي، ويمكن قالها الدكتور من اهم الحاجات هو التاريخ المرضي والعمر، وينطبق مش على القولون، غالب الامراض وغالب الاشياء التاريخ المرضي جدا مهم.